سليمان، والهجوم يتكون من مساكني كابتن اللاعب ديربي كاونتي في انجلترا نيام بي 12 امو الدنيا، يتقدم لمساكني، اسكورة خطيرة جدا، ملعوبة اللقطة الى ركن ويسهل لنا الخرجة من المجموعات الى الدور الثاني، بالراس والهدف الاول يضيع، يتألق الحارس الناميبي، يتصدى حارس ناميبيا. تونس والدرس المستفاد من تعثر المنتخبات المرشحة والكبيرة من الجولة الأولى. ملاحظة بعد قليل، مش ممكن الحارس بشير، حذاري من المفاجآت، حذاري من هكذا معطيات حسابات. التأهل تبقى بعنوان التركيز في كل لحظة واستثمار كل لقطة خطيرة جدا. بيتر شالولولي خيار آخر التشكيل، خطيرة والحارس يتصدى مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة. الدفاع تخرج كرة تماس من هدي اللعب الآن. قلت العشوري ما ينجح كان في الرواق الأيسر، الرواق اللي تميز فيه مع FC كوبنهاجن، لما عندك لاعب يفوز كرة بسليمان. هز الكرة أنيس، أنيس بسليمان هز على اليمين، يدخل المنتخب التونسي على طريق الشريدة. لعب ماميلودي ساندانس خطيرة جدا، يخرج كرة صعبة جدا، عرضية أخرى وقريبة جدا لهز الشباك. في 20 دقيقة فما مشكل في الدفاع، ناميبيا تلعب بشكل ممتاز هجوميا. ثالث فرصة خطيرة، ثالث كرة قريبة لهز شباكنا من المنتخب الناميبي. شوف الكرة السريعة، الكرة الخاطفة، كرة ممتازة جدا ولكن طويلة. كرة الأولى ممتازة، يوسف يتقدم لمساكني، جرالو عليه، عاود جريها له، أوه عليه، عليه معلول، وعصام جمعة، وكرة خطيرة للمنتخب الناميبي، باهي من منتصر، طالبي وسخي، فرصة لتراوري يردوا هنا ميسي وقت. ترجع الكرة المنتخب التونسي على القائم الثاني بالراس، الدفاع يتصدى مرسى وقتها اسمه المستقبل الإسلامي في الـ 61 عمار من ريشكو، حذاري مش ممكن، وعامل تريبون، ديري، كانت الكرة قريبة. يخرج باش ناميبيا، الكرة المنتخب الناميبي، حذاري ترجع خطيرة وصعبة ويدخل الدفاع، حاط الكرة لفريق ناميبيا، واحدة اثنين خذوا الثقة، خطيرة جدا، حذاري التسديدة بن سعيد كشريدة معلول، خطيرة من منتخب ناميبيا، مرياح موجود إلى علي معلول، علي في رفع الكرة، الكرة الثابتة، الهدف الأول، المساكني ينقذ المنتخب التونسي أو الطالبي. منتصر الطالبي يتألق في الكرة الأخيرة، مش ممكن، شوف وحده في الصانت، شوت يمشي علي، ما فما شرشو، يمشي علي معلول، علي حتى الكرة في الناميبي اللي يلعب لهدف تاريخي في البطولة، والحارس بشير، برافو بشير. عاشوري هيا واحدة، علي، علي معلول يمشي يصل بالساكني، اضرب يا جويني، مش ممكن يا هيثم، مش ممكن يا جويني، مش ممكن يا هيثم يا جويني. المنتخب التونسي افضل، اكثر شراسة، نربحوا في الكرة بالراس، حطها يا جويني، يمشي بالكرة، الدفاع موجود، عاود ليوسف، يوسف يحل الثغرة، يوسف المساكني يعديه، يمشي المساكني، يخسر بن سليمان، يرجع بن سليمان، وين الكرة؟ خطيرة المنتخب التونسي، والهدف الأول يضيع، الكورنر، تونس تكور الآن، الأولاد دخلوا في الكان، باهي الكرة. علي معلول، يمشي علي معلول، كرة بالراس ومش ممكن، ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة من سرعة كبيرة منتخب ناميبيا، توزيعة ويخرج بديل كاتوا، كاتوا والأربعة من الأربعة، هانوموب يوزع كرة وركن خطيرة، هيا مش ممكن، مش ممكن، ناميبي حذاري من الكرة الثابتة، كرة طويلة وبشير فما برافو يوسف بالراس ومش ممكن، ما حبتهاش هذه مرة أخرى لمساكني، كرة صعيبة لعفة بالكدا، دفاع يتصدى والحارس، وركنية أخرى لناميبيا، ضغط رهيب من المنتخب الناميبي، محاولة لبيتروس، شوف الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة خطيرة وفرصة، الهدف الأول، الهدف الأول لناميبيا، يستاهلوا، يستاهلوا الحقيقة، هدف القاتل على طريقة ماتش جامبيا، اوتو يحط الكرة